أهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الحديث عن مخرجات منتدى شباب العالم وأهم القضايا اللي تمت مناقشتها. والحقيقة أني كان في إقبال كبير على جناح وزارة الهجرة وإشادة بتجربة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، وده أحد الأذرع الرئيسية لمبادرة مراكب النجاة واللي بيوفر الفرص الآمنة للشباب بديلا عن الهجرة غير الشرعية. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج واللي بتنضم لينا عبر الهاتف. صباح الخير يا سيادة الوزيرة. صباح النور، اهلا وسهلا. صباح الخير سياده الوزيره. خلينا نعرف يعني اولا رايك في ردود الافعال حوالين المنتدى سواء في الداخل او في الخارج. احنا لاحظنا الاهتمام من قبل وسائل الاعلام العالميه حتى منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه. خليني في البداية أهنئ شباب البرنامج الرئاسي على نجاح خروج المؤتمر أو المنتدى بهذا الشكل اللائق الذي طبعا يتناسب ويليق مع اسم الدولة المصرية، وأيضا بالشكل الآمن في ظل الإجراءات الاحترازية بدءا من الوصول في المطار حتى الانتقال إلى الفنادق ثم إلى قاعة المؤتمرات. فخليني أهنيهم على جهدهم وعلى ثقة القيادة السياسية في توليهم هذه المسؤولية. الحقيقة أنه المنتدى صناعة مصرية 100%، بمعنى أنه منذ الفكرة من شباب البرنامج الرئاسي حتى تنفيذه هي صناعة مصرية أصيلة. والحقيقة أنه المنتدى السنة دي كان له طابع خاص وكان له تجويد، وعشان كده زي ما حضرتك بتكلمي أن وسائل الإعلام العالمية تناولت نجاح هذا المؤتمر وتنظيمه وحتى الموضوعات يعني اللي تم مناقشتها. بالتأكيد أنه تواجد شباب من كل أنحاء العالم في مدينة السلام أرض الفيروز مع القيادة السياسية مع جميع كبار رجال الدولة مناقشة وتواصل مباشر، ده بيوري الجمهورية الجديدة، ده بيوري الدولة اللي بتدي المساحة الحقيقية للشباب مش بس للمناقشات والحوار ولكن أيضا المشاركة في صنع القرار السياسي. نعم سيادة السفيرة، عايزين نتكلم عن المركز المصري للألماني للتوظيف ودوره يا فندم. زي ما حضراتكم عارفين في آخر منتدى لشباب العالم عام 2019 أطلق السيد الرئيس مبادرة مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأعطى التكليف لوزارة الهجرة في البدء في تنفيذ هذه المبادرة. والحقيقة أن المبادرة بتتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمفهوم جديد، بمعنى أنه مع حملات التوعية لابد أيضا أن يكون هناك مفهوم الدولة التي تعطي اليد للمساندة لشباب الهجرة غير الشرعية بتوفير الفرص البديلة من التشغيل والتدريب حتى يتم إلحاقهم إما بسوق العمل في الخارج طبقا لمتطلباته واحتياجاته أو لسوق العمل في الداخل. من ضمن الحقيقة الشغل اللي اتعمل منذ تكليف القيادة السياسية هو إنشاء المركز المصري الألماني، وده الحقيقة كان باتفاق ما بين الحكومتين المصرية والألمانية وبتصديق من السيد رئيس الجمهورية. أول مركز من نوعه على أرض الدولة المصرية بيوري الشباب احتياجات سوق العمل الألماني، مش بس كده بيساعدوا على ترتيب مستنداته والأوراق المطلوبة لشغل هذه الوظائف. مع ده في هناك أيضا تشغيل وتدريب وتعليم ثقافة ولغة ألمانية. والحقيقة أنه هو أول مركز على أرض الدولة بيبقى فيه هذا النوع من التواصل المباشر مع المواطنين مع الحكومة الألمانية. المركز مكانه هو دلوقتي بقاله يمكن ما يقرب من سنة ويمكن ثلاثة أشهر. المركز مقره في المعادي، ولكن ارتأينا أنه لابد أنه هذا المركز كمان يكون ليه فروع في المحافظات والقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية عشان نوصل لهؤلاء الشباب حتى في قراهم. علشان كده كان في بروتوكول تعاون ما بين وزارة الهجرة والمركز المصري الألماني وأيضا مؤسسة مصر الخير لاستخدام
والاستفاده من مكاتبهم، مكاتب مصر الخير في هذه القرى والمحافظات المصدره للهجره غير الشرعيه، حتى يتمكن المركز المصري الالماني من استخدام هذه الافرع والاماكن لتقديم هذه الخدمه لهؤلاء الشباب الراغبين في السفر. طيب، هل التجربه دي مقرر سياده الوزير ان يتم تطبيقها مع دول اخرى، بما انه يعني هدف انه الشباب يلاقوا فرص العمل المناسبه ويبعدوا عن اي طرق غير شرعيه للهجره؟ الحقيقة احنا بنروج لهذا المركز، هو طبعا اخذ يمكن ما يقرب من 3 سنوات ما بين مذكرات التفاهم والزيارات المتبادلة لإنشائه ووضع استراتيجيته، انما الحقيقة احنا بنروج له مع دول اخرى، وعشان كده بحرص لما بيجي وزراء هجرة من دول أوروبية أخرى أو رئيسة المفوضية الأوروبية إن احنا بننظم لهم زيارة لهذا المركز عشان يشوفوا بعينهم إيه اللي بيحصل وإزاي إنه هذه التجربة يبقى من المفيد جدا إن احنا يعني نعممها على دول أوروبية أخرى بتستقبل العمالة المصرية، وده بيجي في المفهوم الجديد اللي أطلقه السيد الرئيس في مبادرة مراكب النجاة، إنه هذه العمالة يتم تدريبها وتمرينها وتثقيفها أيضا، لأنه ثقافة الدولة الأخرى مهم جدا إنه العامل يعرفه وأيضا اللغة، ونقدر إن إحنا نوفر لهم هذه الهجرة الشرعية. الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية ولكنها ضد الهجرة غير الشرعية، وزي ما قلت لحضرتك طبقا لمتطلبات سوق العمل الأوروبي. وعايزة بس يعني ألفت الانتباه إنه الدول الأوروبية في حاجة إلى عمالتنا، لأنه إحنا عمالتنا مدربة مؤهلة شابة أيضا في مجتمعات يمكن كبيرة السن، فالعامل المصري مشهود له بالكفاءة وبالالتزام وبالحرفية، فبالتأكيد أن هذه الدول لما يعني يقوموا بنفس تجربة المركز المصري الألماني بالتأكيد أن احنا يعني ننفذ متطلبات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة في مساعدتهم على الالتحاق بالعمل الذي يتناسب مع قدراته في ظل تبادل واحترام ما بين الحكومات. وهل بالفعل يا فندم تم إلحاق بعض العمالة المصرية عن طريق المركز الألماني؟ حصل بعض التدريبات، حاليا دلوقتي بيتم بعض التدريبات المؤهلة اللي تم اختيارها للعمل في السوق الألماني. زي ما حضرتك عارف أنه طبعا تأثيرات السياحية وتأثيرات العمل في ظل الإجراءات الاحترازية يعني مش عايزة أقول متوقفة ولكن متأخرة بعض الشيء، إنما إحنا بنجهز هذه العمالة المدربة عشان فور ربنا يرفع هذا الوباء من العالم كله، على طول بتبقى هذه الشرائح جاهزة للسفر. في مبادرة سيادة الوزير عايزين نتكلم عنها، مبادرة بداية ديجيتال، أولا تفاصيلها والأشخاص اللي هيتم تأهيلهم لهذه المبادرة. برضو من ضمن الأزرع المهمة جدا في المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، بداية ديجيتال هو مشروع الحقيقة ومبادرة تعملت الحقيقة ما بين وزارة الهجرة وبرنامج الغذاء العالمي، الحقيقة في تعاون أيضا مع برنامج الغذاء العالمي. في حضرتك كان ليكي لقاء مهم يعني على هامش المنتدى مع المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمية. مظبوط، حصل هذه المقابلة على هامش المنتدى، والحقيقة كنا بنتابع التعاون المشترك ما بين وزارة الهجرة وبرنامج الغذاء العالمي فيما يتعلق ببداية ديجيتال. وزي ما حضرتك عارفة أنه مع طبعا جائحة كورونا تحولت بعض الوظائف إلى وظائف إلكترونية، وعشان كده كنا مهم جدا ان ضمن مبادره مراكب النجاه ان احنا نساعد ايضا هذه الشرائح في اثناء هذه الجائحه ان هم يلتحقوا ويتدربوا على سوق العمل الالكتروني او الاي ماركت زي ما بيطلق عليه باللغه الانجليزيه. عشان كده كان في تعاون ودربنا سياده الوزيره. يبدو اننا فقدنا تواصل مع سياده الوزيره. عامه احنا بنشكر السيده السفيره نبيله مكرم وزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين بالخارج، كانت متحدثه هاتفيا الينا في برنامج صباح الخير يا مصر.